العناية والاهتمام بالشعر من الأساسيات اللي لازم نتبعها بفصل الصيف، لذلك اليوم ضيفتنا جينا راح تعطينا بعض النصائح للحصول على شعر صحي ولامع خلال فصل الصيف. مرحبا جينا. مرحبا ميساء، نورتي كهرمان اليوم. شكرا لك جينا. طبعا دائما احنا نحب نسمع النصائح اللي تنطيها للشعر، لان ما شاء الله شعرك انت مهتمه بيه من كنتي صغيره. فبما انه احنا بفصل الصيف واكيد راح نتعرض للبحر والحراره، نحتاج الى عنايه خاصه للشعر. شنو النصائح اللي تنطينا اياها؟ هلا اهم شيء ترطيب الشعر، عشان بالصيف الشعر كثير بنشف، فرح نحكي عن المنتجات اللي بتساعد الشعر يكون مرطب وصحي. فرح أورجيك اليوم الأشياء الطبيعية بنستعملها على شعرنا عشان يفيد شعرنا ويخليه صحي وطويل ومنتعش. أوكي. فرح نبلش بزيت الثوم، بساعد الشعر يكون ناعم وبساعد ينمي الشعر كمان، فيه فيتامين A، فيتامين E وفيتامين F. جينا، زيت الثوم اللي تكلمتي عنه تقدرين انت تسويه بالبيت؟ طبعا هذا اكيد احنا ماخذين موجود بالصيدليات او السوبر ماركتات، بس اذا طريقه انه تسويه بالبيت ما حيكون شويه افضل؟ اكيد، يعني انا دائما بنصح البنات يستعملوا زيوت طبيعيه ويستعملوا ماسكات كمان بيقدروا يعملوها بالبيت. فعشان هيك بدي اورجيك اليوم فيكم تعملوا، فور اكزامبل تحطوا زيت زيتون، تحطوا بصل وثوم، وكمان زيت اكليل الجبل، وبتحطوه هون، وفيكم تعملوا خلطه بالبيت وتحطوه على فروه الراس كمان. زين، كميه الثوم والبصل، لانه بتعرفين يمكن هذه حتظل بعض الناس تقول لك انه ما اقدر اخليها. أكيد. الريحه شنو الكميه وشلون نتخلص من الريحه؟ بتحطوا شوي، واذا بدكم تخلصوا من الريحه لازم تحطوا الزيت قبل الحمام. أوكي. ودائما بتغسلوا شعركم بالشامبو مرتين ورا بعض، تحط الكونديشنر والسيروم وما بتحسوا انه في اي ريحه. اي ريحه، يعني مثلا نخلي كميه زيت كوب من زيت الزيتون. أكيد. مثلا مع ثومايه واحده، ونخلي شويه من البصل بالخلاط، وحلو انه تخليه بالشعر. اوكي، اول شيء عندنا لازم نرطب الشعر. أكيد. طبعا الترطيب انه نخليه قبل الحمام، نخليه فد نص ساعه قبل الحمام، نص ساعه او ساعه لمده. أوكي. اي من الوقت بناسبكم، وبعدين بتغسلوا اكيد مع الشامبو. اوكي، بعد الترطيب ايش نسوي؟ سو اهم شيء الترطيب. بعد الترطيب بتغسلوا شعركم، تستعملوا البلسم على الاطراف بس، ومره مره بالاسبوع فيكم تستعملوا ماسك للشعر. اوكي. جينا، مثل ما بنشوف احنا عندنا بعض الاشياء، الالات للشعر اللي نستخدمها، حابه انه تحكي لنا عنها اكثر. سو منخلص من الكونديشنر منشف شعرنا، دائما مهم الواحد يستعمل سيروم للشعر. أوكي. على الاطراف، والتريك راح اورجيك اياها اليوم، لازم تحطوا نقطه بس ولازم تفركوه بايديكم عشان تستفيدوا من الحراره اللي انتم بتحطوها على شعركم. اوكي، يعني قصدك الليف ان. yes. لازم نخلي سواء استشورت الشعر او ما استشورتي، لازم يكون هذا خطوه اساسيه لشعرنا. اكيد. اوكي، بعد الليف ان. بعد الليف ان لازم تستعملوا مواقي الحراره، حتى لو انتم ما عم تعملوا سشوار ولا فير، المهم تستعملوا مواقي الحراره عشان يساعدكم ويحمي شعركم من الشمس كمان. أوكي. من الاضرار الشمس. صحيح. من الخطوات اللي دائما احنا نحبها جينا، اكيد احنا اذا كان اساسة فروة راسنا بيها مثل تلوث، بيها اشياء من نتعرض للغبار، هذه الاشياء حتكون حتى لو استخدمنا كل هاي الماسكات اللي تكلمنا عنها، نحتاج الى شيء حتى ننظفها. فأنا شفت آلة التقشير. تقشير فروة الراس كتير مهمة عشان نتخلص من التراكم اللي بتكون من الوسخ واللي بتيجي، فور اكزامبل البرودكت بيلد اب، هو المنتجات. احنا بنستعمل كثير منتجات لنرطب شعرنا، فاهم شيء الواحد يستعمل تقشير قبل ما يبلش كل الروتين العنايه الشعر. فبس بتستعملوها 5 دقائق قبل ما تبلشوا من الزيت او الماسك على الشعر، وبتفركوها اراوند 5 ل10 دقائق. هذه نخليها من غير اي ماده مقشره ولا شيء، يعني وحدها. هذا نشوف المشاهدين اللي تكون مثل هو مثل مشط. اي، بس يكون سنونه مثل ما تشوفون متفارقه. انه هذا خاص لتقشير البشره. بالضبط. وفيكم تستعملوا سكراب او فيكم تستعملوها لحالها بدون شيء، تحطوها على الفروه
وبتساعد تكون الفروة نظيفة عشان نبلش تمتص المنتجات اللي نستعملها بعد. صحيح، احنا اي شيء دائما نحكي عنه لازم تكون فروة الراس او البشرة، اي شيء نحب نخلي له كريمات او ماسكات طبيعية حلو انها تكون نظيفة حتى تستقبل ونحصل على النتيجة المطلوبة. اكيد جينا طبعا قشرنا، استخدمنا الزيوت، الزيوت مثل ما ذكرنا مرة بالاسبوع، ايضا الليف ان، عندنا بعض الاشياء الثانية اللي تحكي لنا عنها. اكيد، فعندنا كمان السكالب مساجر، اكيد لازم احنا ندير بالنا على فروة الراس اذا بدنا شعر طويل وشعر كثيف، عشان الكثافة بتبلش من عناية منيحة للفروة الراس، فمنبلش بالتقشير واكيد بنعمل مساج للفروة الراس. اوكي، فهاي بتستعملوها 3 مرات بالاسبوع، بتساعد البويصلات بالشعر تنمي وتكون صحية، فلازم تعملوا مساج للفروة الراس لمدة 5 إلى 10 دقائق 3 مرات بالأسبوع عشان يطول شعركم. أوكي، جينا طبعا من النصائح اللي دائما نحبها ونسألها إنه كم مرة تنصحين إنه نقص شعرنا؟ أنا بحب أقص شعري كل 6 إلى 8 أسابيع عشان يطول شعري بشكل صحي ونخفف من تقصف الشعر. اوكي، يعني من 6 إلى 8، يعني من شهرين الى 3 أشهر بالضبط. أوكي، بس تريمينج، يعني اذا أوكي. حدا حابب شعره يكون طويل بس تريمينج بنصح. اوكي، وايضا انت ما شاء الله حتى ما تستخدمين اي صبغ للشعر. صح. اوكي، حتى حنه ولا اي شيء؟ هلا بحب استعمل حنه، او اذا بس بحس انه عندي كثير شيب بستعمل صبغه من بالبيت بتكون انه امونيا. جينا كثير من البنات اللي شعرهم طويل يعانون من ينامون انه يتقطع الشعر. صح. شنو النصيحه اللي تنصحين بها كهرماناتنا او انت اللي تستخدميها لشعرك؟ اهم شيء الواحد يستعمل ربطات من السلك، عشان الربطات اللي بتكون بلاستيك بقطع الشعر ومش منيحه للتقصف كمان، فلما تستعملوا ربطات السلك وتناموا بجدوله بتحموا شعركم من التقصف ومن التقطع. اوكي، يعني انه تكون نسميها احنا قراصات، تكون خاصه للشعر حتى ما يتقطع. جينا طبعا شكرا لنصائحك اليوم. بس عندي سؤال اخير، بما انه تعرفي احنا فصل الصيف واكيد نحب نطلع للبحر ونتعرض للشمس، شنو النصيحه اللي تنطيها لكهرماناتنا؟ اذا حابين تعملوا حمام زيت تحطوا نقطه زيت على شعركم مع الشمس بيكون اميزنج، عشان اكنكم عاملين حمام زيت بالصالون. هاد اول اشي. ثاني اشي اذا بدكم تستعملوا ليفن، اهم اشي مع فور اكزامبل ليفن فيه افوكادو او فيه اوريجان، بساعد الشعر يكون مرطب حتى لما تكونوا بالبحر او البركه، عشان تحموه من كل الاشياء اللي بتضر الشعر. شكرا جينا على النصائح اللي انتي اعطيتينا اياها اليوم، واكيد لنا لقاء ثاني. نورتينا بكهرمانة. شكرا لك.